حاليا نحن قرب دار الزهور للأيتام للاطلاع على أحوال النزلاء من الأيتام في هذا الدار، عن حالتهم الاجتماعية، عن التعامل الموظفين معهم، نتابع بعض الحالات داخل هذا الميتم. حاليا نحن برفقة الست ميثاق للاطلاع على الواقع الأطفال الأيتام في هذا المكان. ست ميثاق، هاي المنامات، نعم، هاي قاعة الرياحين سميتوها، نعم. يا ريت ندخل بها. هذه احد شلون اقول لك الغرف اللي الاطفال الايتام يعني ينامون بها، يعني هذا المنام مالهم. اي هذا المنام مالتهم، يعني هاي احد الغرف، انت راح تشوف بعد يعني قاعات بعد. يا ريت ننتقل. نعم يا انا وسهلا، تفضل. شنو القاعه الثانيه؟ هاي القاعه الثانيه. اي نعم، طبعا احنا البنات، نعم، احنا بجناح البنات. اي نعم، هذا اشنو جوالبهم؟ نعم، يعني اي نعم، ملابسهم خاصه يمكن. اي نعم، نعم. هاي المجرات اشنو؟ اهم الكراتف وجوم المخاد، البدن الاحتياط. نعم، ايضا جديده. اي اي نعم، اللي هي نشيل هذول الغسل نخليه جدا. شلون لحظه علي، هذه ملابس يعني هذول بعض مغسولين. نعم. اي مال التخوت وكلهم شلون قلتي شلون نشيل هذول نخلي الجد. البديل مالهم. بديل مالهم. اي نعم. هنا عندنا صور الاطفال، ما بنات المدرسه. نعم، بالمدارس يعني. نعم. هم حال بحال الاطفال الاسوياء يعني الموجودين بالمدارس، يداومون بالمدارس العاديه مالت. نعم. يعني ويا كل الاطفال خاص مال البنات. يعني الثانيه ايضا مال راح تشوف يعني المطبخ. انتوا اجيتوا بالوقت اللي هو ورا الغداء، هذا يعني المكان اللي يقعدون به، المطعم اللي نعم اللي ياكلون به. نعم. بس هم يعني قبل شوي انا كنت وياه وتناولنا وجبه الغداء السويه، كان هناك موجودين يعني. ست ميثاق خليكي هوني. نعم. هذه ايش العصاير والجبوسه يعني هاي العصرونيه مالتهم مال الاطفال يقعدون يعني. نعم. يتعصرون. وهاي الكساكت. الست ميثاق خليكي معايا. نعم. يعني حتى الصلاحيه ماله مضبوطه، ماكو اشكال. لها كلها تتابعون هاي الامور. نعم نعم طبعا كل هاي الامور. زائدا عندك اذا تنتبه هنا يعني هنا الصابون يمكن حار وجديد يعني حتى البوخه بيد الصابون. اكو معلبات. معلبات وهاي الحليب هذا الحليب؟ كاستر. كاستر ايضا يعني ايضا امور. وهذا هيل وترتيبات. يعني حقيقه هي زياره كانت فجأة لكم. نعم. بدون موعد. نعم. حتى فقط نوثق ما موجود بهذا الدار، دار الايتام. منو المسؤول عن؟ انا عملت لهم حلبي. انت سويت لهم حلبي؟ تعالي بابا تعالي. ايه انت سويت المحلبي؟ اي والله. يعني يا ريت تجيب لنا معلقه خلي يذوق الاستاذ. يعني انا معاك هم حتى بدي نشوف انه فعلا انه طعمه طيب وماكو شيء. هذه الميوزه. الميوزه قبل شويه انا كنت يعني انت جيت متاخر، قبل شويه كان موجودين كليه التربيه الانسانيه مشكورين الدكاتره والاساتذه جايبين وجبه يعني للاطفال. كنا يعني كليتنا مجتمعين كباب وكنا دنا ناكل. تفضل استاذ. يعني قلنا شوية أنت كل شوية طيب. ها طيب. يلا طيب البنات على ما أعرف طيب ولا لا. نعم. شكرا حقيقة. فقط نوثق ما يدور لأن هناك كانت أكو شائعات أنه محتاجين أكل، محتاجين كذا، الأيتام. لكن كما يعلم الجميع أنه قناة الموصلية توثق كل شيء ومتابعة. هذا ما مخزن، هذا يعني هذا احتياط. يعني احتياط. نعم احتياط. نعم. المخزن هسه ننتقل للمطبخ وللمخزن حتى يعني. ست ميثاق هنا اكو فواكه دقيقه علي. نعم. وراش اكو فواكه. نعم نعم هاي مال البارحه بقى يعني زايد. هاي فواكه. اي هاي زياده مال البارحه بقى. نعم. هذا الموز والترتيبات وايضا عسل. دقيقه بالله خليك معي. هذا العسل. هاي الطحيني مال اهل الموصل. هاي الدبس. هاي
حليب، وهاي الدبس دبس كربلاء، وهذا حليب، وايضا هذا الحليب. يعني الحمد لله خلينا نفطر مع ست ميثاق ونشوف ايضا باقي الصاله اللي هم يقعدون فيها. هاي الاستراحه، الاستراحه نعم، دائما فوانهم الاطفال يكونوا موجودين هنا. اشراف يعني موظفات يشغلون لهم قنوات افلام كرتون؟ نعم إيه. نعم إيه. قنوات محدده يعني ما نعم مفتوح، قنوات محدده يعني يطمشون عافيه يعني ما يكون تكون على طول مراقبه يعني نعم. يعني احنا نتلخص من ست ميثاق، هنا هاي الادويه شنو؟ الطفل اللي يتمرض نبعثه على المستوصف. نعم. بعد فحص من الدكتوره توصف لنا العلاج، نعلمها للمربيه والخفيره بعلاجه، فنحطه هوني حتى المربيه مثلا تطي بالليل تطي الظهر الصبح. بالاداره مالكي انا هم شفت ادويه. نعم. مجموعه ادويه. نعم. بس ما طرقت انك تخلي تسوي جوله. نعم. وبعدين انا شفت مجموعه هاي الادويه هي احتياط، تجي الدكتوره تفحص الاطفال. عندكم طبيبه؟ عندنا دكتوره تجينا بالاسبوع يوم. منو هاي الطبيبه؟ من مختصة نعم نعم من دائرة الصحة دكتورة فاتن مركز المحاربين. تجي بالأسبوع مرة أو مرتين حسب دوريا، وعندنا ممرض وعندنا ممرضة تشيك كل البنات، تشيك كل الأطفال، واللي يحتاج أيضا إحنا نبعثه على المستوصف. ست أمل بالنسبة للاستحمام ماله السبح كذا، هاي منو يتولى؟ عندنا مربية خاصة هي مسؤولة عن السبح، هي تتولى السبح، هو بنات. العمل مقسم بنات هم يعني اكو معقمات ما شعر اكو معقمات واي شيء اللي تريده هسه نشوفك بالمخزن. حفاضات مال الاطفال ايضا يشوفوني. نعم عندنا جناح مال الرضع، فمتجي الخفيره المسائيه تستلم وتنوع عدد 6 رقم، رقم 5، رقم 3. ستأمل نحن حقيقه احتراما للمشاعر، مشاعر الاطفال ما نريد نوثقهم كلهم ونصورهم بصوره مباشره، بس انت راح تحكي لي بعد ما ناخذ ست ميثاق الفئات اللي عندك ايش قد اعمارهم؟ نحن الدار دار الزهور للبنات يضم فئات من عمر يوم الى عمر 18 سنه. الاطفال يعني مجهولين النسب اللي هي من الاطفال الرضع، جناح عندي جناح الوسط اللي عمر من سنتين الى عمر 4 سنوات، وعندنا جناح الكبار اللي يضم من عمر 4 سنوات الى 18 سنه. نعم. الاطفال عندنا مقسمين اللي يروحون على المدرسه مدارس عاديه باص يوديهم ويجيبهم، وعندنا ايضا اطفال يروحون على الروضه يعني روضه حكومي ايضا هم الباص. نطلق على هاي الامور بس حكينا يعني نبذه بسيطه، خليني اتجول. نعم. معاكم. نعم. ست ميثاق. ست ميثاق هذا المطبخ؟ نعم هذا المطبخ. خلي جولتنا حاليا راح نفطر بكل الاقسام الموجودة بهذا الدار حتى نوثق ونعطي الصورة الحقيقية. تفضلي ست ميثاق. ست ميثاق هذا المطبخ عندكم؟ اي نعم. هسه احنا خلينا نشوف هنا طابخين اللحم بعد ما يعني اكلوا وتغدوا الاطفال، يعني هذا الباقي يعني هذا راح يظل للعشاء. نعم انطيني شمشة. هاي بطاطا اليوم؟ نعم. يصير ناكل؟ ليش ما يصير ناكل؟ ليش ما ناكل؟ خذ انت اكل وانا اكلهم. هاي ما على قلك زين. والله انا يعني دائما ما عندي معلقه، انت تاكل وانا ما اكل. كلش طيبه والله، عشتي لي والله طيبه فعلا طيبه. والتمن يطبق جديد قبل العشاء. التمن يعني نحن ست ميثاق يعني ست أمل يعني لو سمحتي لي لو سمحتي لي يعني نحن التمن يحضرون المرقة يحضرون اللحم، بس التمن مثل ما تفضلت الأخت إنه بوقته حتى يكون حار لا يبغض عليهم. ست ميثاق بس أبغى ننتقل بعد هسه نروح على جناح المخازن وبعدين على جناح الطفولة. تشوفون يعني الأطفال اللي هم الرضع البيبي. إيه تفضل. هاي الغرفة للأطفال اللي يعني يقعدون أيضا يلعبون فيها والاستراحة. هذا من عمر 4 سنة إلى عمر 4 سنة. هذه القاعة اللي الأطفال يعني يجون يلعبون بها ويقضون فد وقت استراحة لهم، يعني هي تخص الأطفال اللي
من سنتين إلى 4 سنوات 5 سنوات. الأرضية تختلف عن باقي الأرضيات هذه. هي يعني خاصة للعب للأطفال حتى لا يتأذون. إذا واحد ولهذا هي نعم ولهذا هي مفروشة بهذا الفرش يعني مثل ما تلاحظ. إحنا دائما يعني أنا أجي مع الأطفال هم يلعبون بيها يعني هاي الغرفة. ونرجع نصفط كليتنا سوا يعني حلو الفعاليات اللي يقومون بها الأطفال هنا بهذا المكان. ننتقل على المخازن. نعم نعم. ميثاق مخزن دار الأيتام حقيقة ينقسم إلى 3 أقسام. قسم خاص للمنظفات اللي هي الصوابين والمعقمات والشامبوات وبعض القاصر للملابس وأيضا هاي الأكياس التايت موجودة أيضا هذه اللي يسموها مخزن المنظفات. ست ميثاق هذا مخزن المنظفات. المنظفات هاي الشامبوات وهذه عندنا سألت على الشامبوات وهذه أيضا عندنا الشامبو. أي نعم. نحن حاليا انتقلنا الى برفقة الست امل المديرة والست ميثاق الى مخزن المواد الغذائية. المواد الغذائية نعم. على اليمين عندنا العدس. نعم يعني نشوف العدس وموجود هذا العدس البرغل. وهذا البرغل. ممكن انتبهت المكان كلش بارد يعني. مبرد نعم كلش بارد. وهذا تمن يعني نوعية هبة. أيه. النوعيات الراقية. عندي هذا السكر. 3 أكياس من هذا التمن. نعم. أي نعم. وهذا كاسة سكر. هذا كشكر. هذا الجوانين 3 هي. هذا الشكر. أي نعم شكر. 3. شنو ست ليلى هذا عصاير؟ إيه. هاي العصاير اللي هم الأطفال. دهن. هذا دهن. إيه. نعم. دهن. عندي. طحين صفر. عمل لهم فطاير يوم خميس الجمعة. نعم. عمل يعني عندك برنامج بالأكل. أي أي عندي برنامج. نعم. وهذه الجبوسات فوق الجبوسات مالهم. والماجي يعني استاذ هاي الفاصوليا يمكن إذا انتبهت هم. والحليب مال في الأطفال. الشوربة هاي يعني كل طفل حسب نوعية الحليب يشربه. شلون نوعية الحليب؟ كل طفل حسب نوعية الحليب اللي يشربه، اكو على العمر وعلى اكو طبي، اكو مثلا الطفل حسب وصفة الطبيب اللي هو. طيب احنا ننتبه علينا يعني متابعين هاي الفقرة. طبعا المعجون هذه اشنو بالله خليك استاذ قصي استاذ حمدي لاجات اللي بيها الفطور مالتهم هاي الخيمة وهذا الجبن مثلثات. نعم. هذا وقع تعرف ليش؟ لان هسه حولته العارضه. نعم نعم ما اشكال. هذا ايش بيها؟ هاي فاره. اي فاره. نعم. هذا برتقال عندنا؟ برتقال وتفاح. نعم فهي من اولاد اسفل. نعم. شوف انت اكو هناك جوك عندي هوني اللحم. هذا اللحم؟ اللحم والفنجر والمقرمش احطه هوني. نعم. يعني اللحم واحد والجلد واحد، يعني حتى لا يتعبق الجناح مال الجلد. اكو مفروم واكو عادي. عندي مفروم وعندي عادي اللحم. لان عندي هذا مال مصلحة لو لا لا ابد ابد ما يفوت علي لحم مصلحة. تعرف في الأمن انا ما اقلل نهائيا ما يفوت لحم مصلحة. يعني ست ميثاق هذا ما مال المصلحة. لا 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 هذا مال المصلحة ذبح. نعم مال قصاب. هوني عندنا دجاج اللي هو تركي. كل الرعاية جيدة. نعم. شميش واللوز. أنا عندي سمسم يعمل بكليتشا. هذا اللوز وعندي هذا سمسم عيني. اي هذا مال كليتشا. هذا سمسم. إن شاء الله كم يوم الأخ نعمل لهم كليتشا. وهذا عندي اللوز. العفو استاذ هذا اللوز هاي لما نعمل برياني بس نحن برج اكسباير قبل ما تخلص الوجبه نقوم نطلب والا هسه بيومين اعطي كل هالمخازن الامنيه نحن حاليا جالسين مع الايتام وهذه المكان هي مكتبه الاطفال
بها بعض القصص، بها بعض الكتب، بها بعض المجلات، بها حتى أمور خاصة بالرسم. وأيضا بعض الطلبة بهذا المكان هم طلبة يداومون باقي المدارس، أكو سيارات خاصة تأخذ من الميتم الطلبة وترجعهم يراجعون دراستهم بهذا المكان. إيش اسمها الحلوة؟ إيش اسم كينتي هذه؟ رملة. أنت سجلتي بالمدرسة؟ لا، بعدني بالروضة. بالروضة؟ زين. رملة، شلون معاملة ماما معاكي؟ زين. ما زعلكي؟ زين، ايش عاد تاكلون؟ ها؟ ايش تاكلون؟ الصبح؟ الصبح ايش تاكلون؟ زين، الظهر ايش اكلتم؟ الظهر؟ تمام؟ زين. انت ايش اسمك حلوة؟ رواء. رواء؟ رواء. رواء انت بالمدرسة؟ يابا؟ رواء بأي مصف؟ ثاني ألف. مدرستك بعيدة؟ لا، قريبة. وتاخذك سيارة من هون وترجعكم؟ رواء هذه القاعة هون تراجعون بها؟ زين. المربية احنا نسميها ماما، ما؟ ماما. ماما شلون معاملتي معاكم؟ زينة. تحبكم؟ نعم. انتم تحبوها؟ رواء ايش تريقتم الصبح؟ طريقنا جبن وشاي وقشطة لبن. بالعافية. الله يعافيك. يعني ما تجوعون؟ لا. متوفر الأكل؟ زين، النمنميات يطعموكم؟ نعم. ايش يطعموكم النمنميات؟ اشكال والوان. مثل ايش؟ كل شيء يطعمونه. كل شيء. فواكه؟ نعم يطعمونه. فواكه. هاي الحلوة ايش اسمها؟ اللي حوراء. مرحبا حوراء، خلي اجي يمكن. حوراء مرحبا حياتي. حوراء انت بيه مصف يابا؟ رابع. بالرابع؟ ايه. شطوره؟ ايه. المربيه نحن نسميها ماما، ما؟ شلون ماما معاكم؟ زينه. زين. يدرسوكم؟ ايه. ومن يغسل ملابسكم؟ الموظفات. الموظفات يغسلون ملابسكم، ومن يسبحكم؟ الموظفات. زين، ايش طيقتم اليوم؟ طيقنا لبن وجبن وطحينية ودبس وقشطة. يعني بوفيه مفتوح ما شاء الله. ايه. نمنميات يطعموكم؟ ايه. ايش يطعموكم؟ دبس وكل شيء. كل شيء. زين. فواكه اكو؟ ايه. مثل ايش؟ مثل رمان وقال وتفاح وموز و... هاي حلوة، ايش اسمها؟ زينب. زينب حلوة. زينب بيا مصر؟ ثاني. بالثاني. زينب انت سيارة تاخذكم من هوني وترجعكم، ما؟ نعم. زينب ماما شلوني معاكم؟ زينة. ما تزعلكم؟ لا. ما تصيح عليكم؟ لا. ما تقتلكم؟ لا. ايش طعمكم؟ الصبح. الصبح ناخذ تريوقة. ايش تاكلين بالتريوقة مالكي؟ حقيقة حننتقل إلى الإدارة للحديث عن تفاصيل أكثر. نعم. جناح الطفولة. خلينا نروح. لا لا، يعني أكو بعد أطفال رضع، يعني بيبي صغار، فيعني ننتقل لهذا الجناح الآخر حتى تشوفه. إن شاء الله. نعم. حسوني.
اشهر حمودي للأسف اليوم كان هناك تداول في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار هي الخاطئة والعارية عن الصحة أنه أغيثوا الأطفال الموجودين بدور الأيتام. مثل ما حضرتك يعني شفت وإحنا تجولنا بالدار، بالعكس أنا أثني وعلى الجهود اللي يبذلوها العاملين في هذه الدور، لأن حقيقة الجهود اللي يبذلوها هي جهود مميزة. احنا كليتنا موظفين في وزاراتنا وفي دوائرنا، جالسين نستخدم الورقة والقلم ونكتب ونصدر ونوقع كتب وغيرها من الأمور المكتبية، لكن هم عملهم إنساني بحت، هم مع أطفال، هذول الأطفال هم أيتام، هم يقومون بكل الأمور اللي تقوم بها الأم بالبيت. يعني الأم مسؤولة عن يعني طفل واحد أو طفلين، لكن هم مسؤولين عن عدة أطفال، يعني عذرا يشطفون الطفل ويحضنوه ويغيرون ملابسه ويسبحوه. وانت يعني أعتقد أنه الكل زارت وبشكل مفاجئ الدار وشافت كل اللي موجود والمخازن، وبالعكس يعني احنا كل كم يوم ويا الاطفال يعني ازورهم اقعد وياهم في فتره الاكل والغداء. بالعكس الاطفال هم ما محتاجين، بالاضافه الى انه يعني احب اذكر فالنقطه كلش مهمه انه اهل الموصل هم ترى كلش خيرين. التبرعات اللي تجي لهذه الدور من المواطنين يعني تبرعات تغني الدار، وبالعكس احنا نثني على كل المواطن اللي يدق ابواب هاي الدور ويقدم ما لديه في سبيل هاي الاطفال. الاعداد اللي عندكم بنات ولا بالنسبه للاطفال الذكور اللي هو موجودين بدار البراعم للبنين هو 18 ولد، يعني طبعا هم اقل من 6 سنوات الى 18 سنه، اقل من 18 سنه. وعندك بالنسبه لجناح الطفوله وللبنات 25 عددهم، هاي العدد الموجود، يعني هو طبعا تقريبا يعني ما متأكدة من 25 من الرقم، لكن هو هذا الرقم اللي أنا أعرفه. ظل عندي أنه أذكر لك أنه احنا جولنا بالدار، شفنا كل الدار، يعني أعتقد الكاميرات هي توثق وصورت كل الموجود، وهذا الحقيقة اللي إن شاء الله أنتم راح تنقلوها. وبالعكس أنا أرجع أكرر مرة ثانية شكري وامتناني وتقديري لكل العاملين الموجودين في دور ذوي الاحتياجات الخاصة في كل الدور، لأنه إذا تسمح لي أستاذ، لأنه أستاذ إحنا لما نشكرهم أعتقد هذا راح يكون حافز لهم أنه يقدمون أكثر من ما هم دا يقدموه. أما أنه هاي الأخبار الخاطئة وهذا الكلام الجارح اللي يتوجه للعاملين الموجودين بهاي الدور، لا ما أعتقد يستحقوا. وما أريد أن تكون يعني أوجه كلمتي للعاملين أنه لا تكون هاي النقطة هي فد خيبة أمل أو فد شيء أنه يقلل من عزيمتهم وإرادتهم بالعمل، ويقولون إحنا بعد كل هذا العمل اللي اشتغلنا أنه أكو من دا يقلل من مجهودنا. باختصار أهم المعول المعوقات الموجودة عندنا يعني كثيرة، أهم شيء اللي أنا أشوفه معوق عندهم أنه الباصات النقل لهؤلاء الأطفال، لأنه إحنا تعرف ما بس عندنا دور الأيتام، عندنا معهد النور للمكفوفين، وعندنا أيضا معهد الأمل للصم والبكم ومعهد التأهيل المهني. هؤلاء الأطفال يعني دورهم في مختلف محافظة نينوى، فما عندنا باصات، لا ما عندنا باصات اللي تنقلهم من بيوتهم إلى المعاهد. بالنسبة للمعهد النور للمكفوفين فين قلت لكم أحد الأمل للصم والبكم وأحد التأهيل المهني، أما الدور الأيتام فإحنا أيضا محتاجين باصات. هاي الباصات تنقلهم من الدار اللي هم إحنا متواجدين بها إلى المدارس، ومن ثم رجعهم من المدارس إلى الدور الإيوائي. منذ 3 أيام تتعرض دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في نينوى إلى هجمة شرسة من قبل بعض الأشخاص الضعيفي النفوس، حملة صفراء المراد بها إسقاط
كل الخدمات التي تقدمها دائرة احتياجات نينوى بالنسبة للدور الإيوائية ولمعاهد المعاقين. تفاجأنا قبل يومين أو ثلاثة بالتحديد أنه هناك مواقع للتواصل الاجتماعي أثارت مشكلة أو أثارت مناشدة بعنوان أغيثوا دار رعاية الأيتام. حاولنا نتوصل إلى الفاعلين الحقيقيين لهذا الأمر. اتضح أنه الأمر بما أنه على صفحات التواصل الاجتماعي نقل من موقع إلى آخر. توصلنا إلى بعض الأسماء، بعض الأسماء كانت مع الأسف من قبل طلاب في جامعة الموصل. تم تكذيب الخبر من قبل نفس الأشخاص اللي ذكرت أسماءهم، إضافة أيضا إلى كانت هناك زيارة من قبل بعض الأساتذة وتدريسيات وتدريسيين من جامعة الموصل هذا اليوم إلى مقر الدائرة، وتم الاعتذار رسميا عن هذا الأمر. هذا الأمر عاني عن الصحة، أنا أتكلم الآن وأنا مسؤول عن كلامي بأنه دار رعاية الاحتياجات الخاصة في نينوى والدور الإيوائية التابعة لها والمعاهد الحمد لله لدينا ما يكفينا. ست أمل، أثار البعض شائعات أنه الدار بحاجة إلى أكل والأيتام ما عندهم أكل، يعني صحة هذا الخبر؟ طبعا هذا الخبر عار عن الصحة، الحمد لله الخير موجود بسلامة الأهل الموصل وسلامة الحكومة المركزية. الدار لا يحتاج إلى أي شيء من النشر من هذا الخبر، وحتى كان الأساتذة قبل الساعة واحدة موجودين. المشكلة هي كانت أنه طالبة أساءت فهم هذا الموضوع وطالبت بهاي الأمور، بعدين الأساتذة استدعوها وبينوا له أنه الدارين لا بحاجة إلى هالمواد. الأولاد والبنات نعم نعم، وانت شفت المخازن مالنا وسألت البنات والحمد لله عايشين بأحسن ما يكون. ست أمل، خلينا نكون صريحين، أهم المعوقات اللي عندكم، يعني أكيد عندكم معوقات. نحن أهم المعوقات عندنا نقص بالكادر طبعا، هي أولا. الحمد لله هالساتة فتحوا باب التطوع، قبلوا جماعات، بس المعاملات يم الأمن الوطني، هالإجراءات رح تخلص إن شاء الله ورح نخلص من هاي المشكلة. البنات بصراحة يعني نحن نعوضهم عن الشيء اللي فقدونه من الحنان، بس مهما يكون أنا أطالب، يعني مثلا هل عند عام جد خال أم كنسة بنتها بهذا المكان أن تجي له بزيارتهم له مرة واحدة بالشهر بصراحة، يعني هذا أهم من الأكل والشرب وأي شيء. كل بنت تحتاج أهم كل شيء إلى حنان أمها وأبوها. قلتي أنه أكو طفلة قبل ساعات جابوها؟ نعم. أشغل عمرها؟